300 متر وجهتك على اليمين. قف. المكان الغريب ده مراد يا حنفي. حقوني يا جماعه، في حاجه غلط، احنا في بيت ملعون. ايه الاحمر ده؟ لا ايه ده يا شيخ؟ شيخ انا بقيت احمد الفيشاوي. انت اللي منقي الالوان الحلويه دي؟ دي حسينيه من التوحيد والنور. مش ده القميص والكوفيه اللي كان لابسهم عمرو؟ هو في ايه؟ مين دي؟ دي بنت العمده. بنت العمده ده كافيه. قلت لك 100 مره ما اسميش كاموليا، اسمي الليدي كاكا. الليدي ايه؟ الليدي كاكا. انا العمده خفاجر. انت بقيت جوز بنت جناب العمده. موري يا لهوي. ايه ده في ايه؟ دي سباره راكسه. واحنا راجعين من طنطا واحنا على كاره المعز. المعز مين؟ كل حاجه ليها وش، لابسه وش تاني، المهم الشكل يبقى 100 100. مهما تعمل مش هتبقى اي حد تاني، كل حاجه فيك تفضل هي هي. بس بس مش عايز اسمع فوق. ايه ده؟ انت فلاح اجنبي؟ انا اتسرقت يا جماعه. البنت ده ملعون، انا قلت من الاول. يلا بينا. الحمار بتاعك ده مش معمول له اي عمل، ده اتنده عليه. صباح الخير يا ابو. يا عم مش شفتي، مش شفتي. انت ما تعرفيش انا منين؟ انا من الزمالك. يلا يا حبيبي من هنا بدل ما اقطع جتتك. يا رب طلعني من الورطة دي على خير. ده انه راحت ليه؟ لعنه؟ والله انا قلت اقلعها يعني عشان نقعد براحتنا. Thank you.